الحمد لله، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرغ ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الجليلة، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. بادي زيبت نهني الأمة الإسلامية غاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الفطر المبارك، ونحن هنا في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك للعام 1440 هجرية الموافق 5 يونيو 2019. نحييكم من هنا من عاصمة الجمال وعاصمة السلام وعاصمة الأخوة والمحبة، العاصمة الصومالية مقديشو، ومن هنا من سواحل الجزيرة، منطقة تسمى الجزيرة في الصومال أو الريف الصومالي بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو، وهي منطقة سياحية حيث شاطئ المحيط الهندي. أتينا بصحبة إخوة كرام جسدوا لنا معاني الإسلام وجسدوا لنا أخوة الإسلام، ونحن نعيش منذ سنين عددة في هذه البلاد، وقد عايشنا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. عايشناها هنا في مقديشو مع إخواننا الشيخ عمر حاج أحمد عثمان والشيخ عبد الفتاح شنبو وفضيلة معلم القرآن الكبير، وأيضا معلم البحار الذي يجيد السباحة ويطفو فيها في البحر كأنه ورقة من شجر، الشيخ فضيلة الشيخ معلم أسد. نحن نشكرهم جميعا ونشكر الشعب الصومالي على هذه الحفاوة وهذا الاستقبال وهذا الترحاب للضيوف ولإخوانهم المسلمين من الأراضي غاطبة. فقد رأينا وفودا كثيرة من تركيا ومن فرنسا ومن المغرب ومن الجزائر ومن بلاد شتى، صحبناهم في هذه الديار وصحبنا بعضهم إلى هذه الأماكن ترفيها لهم وتعليما لهم بهذه البلاد الشاسعة وبرحابة أهلها. نحن إذ نسجي التحية لكل المسلمين، نجدي لهم التحية والشكر من هذه البلاد الطيبة الطيب أهلها، ونحن يعني نحن لها دائما ولن ننساها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول للعالم: تعالوا وانظروا إلى الصومال وانظروا إلى مقديشو، هي غير الوجه الذي يعرفه الناس وغير الوجه الذي يسمع عنه الناس، وليس من رأى كمن سمع. نهني الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، ونحن اليوم في يعني فرحة عارمة وسعادة كبيرة.